ابدأ الأستاذ أبو المعاضي زكي يكلمنا بقى الناس عايزة تعرف مصير أحمد الشيخ. أحمد الشيخ عايز بس أقول حاجة، الأهلي سابه بعدما أصيب من اليأس من إصلاحه والتأكد من أن شخصيته لا تتناسب مع النادي الأهلي. تمام. يمتلك إمكانيات فنية عالية، يمتلك قدرات فنية عالية، وليس هو اللاعب الذي يتواجد في النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة الكواليتي بتاعه شادي سليمان من موسكو بيمثل. الله يخليك يا شادي، الله يكون في عونك. كلنا درجة الحرارة عندك كام يا شادي؟ فأحمد الشيخ خد فرص سعيدة جدا، ولكن لو لم ينجح أو يتألق أو يظهر بمستوى طيب إلا مع المقصة وفي الإعراض، ومستر موسيماني قرر الاستغناء عنه بسبب الطاقة السلبية التي يصدرها اللاعبين. إيه الطاقة السلبية؟ إنك على طول لوبوزك، إنك على طول مستسلم للكورة، إنك على طول الكرة تتقطع منك، ما تجريش تجيبها، إنك ما بتشتغلش على نفسك عشان تبقى عندك مميزات نسبية عن الآخرين اللي بيلعبوا جنبك وما إلى ذلك. فبالتالي ده خلى أحمد الشيخ يمشي. مضى في الزمالك وقع استمارتين، لكن أثير أزمة في الزمالك بسببه، لأنه سبق قبل كده له التوقيع لنادي الزمالك والتوقيع لنادي الأهلي والدخول في شكاوي في اتحاد الكرة، وكان يمثله أنذاك المحامي المحترم هشام عبد ربه، ولكنه لم ينجح في النادي الأهلي، فبالتالي راح للزمالك بعد سنين. الجماهير قالت لك لا، إحنا مش مخزن اللي نتشتم من امبارح والنهاردة لما هو يترفض من النادي الأهلي يجي، وبالتالي في خلاف عليه. مستر باتشيكو قال لك أجيبه أعمل إيه وأنا أصلاً يعني مش محتاجه، لأن عندي أربعة في الهاف راي، عندي شيكابالا وعندي زيزو وعندي مصطفى فتحي وعندي محمد أوناج، فبالتالي مش هيبقى خمسة في الفرقة إن هيلعبوا هاف راي. وبالتالي دخل في مفاوضات مع سيراميكا كيلوباترا مختلفين على المقابل المالي، فشلت لان سيراميكا كده بصالح جمعه دلوقتي خلاص خلصوا اعلنوا على اخر صفقه اللي هو مهاجم الزمالك السابق اللي هو باسم مرسي. وبكده يوصلوا للـ30. ما اعرفش هو بس هو معتز البطاوي قال لي ان الرقم مغالى فيه جدا واكبر من امكانياته. هو طالب 8 مليون وهو صرف نظر بسيراميكا، هو طالب 8 مليون. عشان كده بقول في نعمة اللعبة ما بتحسش بها، وهي نعمة الأهلي والزمالك. إبراهيم حسن اللي احنا بنتكلم عليه ده لما راح بيراميدز حد حس بيه؟ كان في الزمالك من رمضان السماء والبصر. لما مشى رمضان صبحي مشي وخد فلوس، حد حس بيه؟ موقف رفع الكاس بتاع التسعة يسوي كم مليون. لا أقول الميداليات اللي اتبعتت لوليد أزارو ولأحمد فتحي، ما اتبعتش ميداليات لرمضان صبحي ولا اتبعت ميداليات لشريف. صح. لان هما ما ادوش حاجه للفرقه ومشوا بشكل مش كويس، رغم تصريحات الكابتن اكرامي اللي انا معترض عليها، انه قال يعني انهم هما اللي جابوا البطوله والخطيب لن يخلد في النادي الاهلي. كنت اتمنى برضه الا تخرج هذه التصريحات في هذا التوقيت. قال الكلام ده فين؟ صرح بيه امس بعض المواقع. والله ما اعرفش، لكن انا بتكلم فيه ان اداره النادي الاهلي احسنت الى من احسن اليها واحترمت من احترمها وقدرت من قدر. عاد هذا يعني ايه، ما تشغلش دماغك باي حاجه تانية تتقال، لان النادي الاهلي اكبر من اي لاعب، واثبتت الايام ذلك. الايام اثبتت ان اللي مشي من النادي الاهلي هو اللي خسر، اللي قالك رايح للطموح في بيراميدز هو اللي خسر، مش النادي الاهلي اللي خسر. اللي قالك انا مش هقعد على الدكه هو اللي خسر، لان الاهلي بمن حضر، ولان الاهلي كيان عظيم، ولان اللي بيخرج من النادي الاهلي بيخش طي النسيان. صح. خاصه اللي بيخرج بشكل او بطريقه زي اللي خرج بيها شريف اكرامي وزي اللي خرج بيها رمضان صبحي النهارده. الناس كلها بتسخر من كلمته انه رايح بيراميدز للطموح. طب يا عم ورينا الطموح، اوعى الطموح يفلت منك، اوعى الطموح يجري منك، حاول على الطموح يعني على قد ما تقدر يعني حافظ عليه. كلام طبعا. طيب سيرينيو ما زال المفاوضات شغاله عليه، وزي ما قال مستر موسيماني ان المفاوضات بين رئيسي الناديين امبارح عمل حوار مع اتحاد صحفي جنوب افريقيا، وقال لك المفاوضات شغاله بين رئيسي الناديين وان هم لازم يتوصلوا لاتفاق. لكن المشكله الاكبر بالنسبه للنادي الاهلي هي عدم وجود مكان في ظل تمسك جيرالدو بالبقاء
او الرحيل والحصول أنا على انا بقول جيراردو ده عامل زي الجرد اللي لاسقه في جسم الاهلي. لا تدوني فلوسي كلها، لا 2 مليون جنيه في 3 سنين، 2 مليون دولار في 3 سنين، وبالتالي سيرينيو جاستو سيرينيو اظن انه لن ياتي للنادي الاهلي الان، وربما ياتي في يناير على الانتقالات الشتويه. ولكن لو سالتني انا اقول لك اصرف نظر عن سيرينيو، والارقام الكبيره دي مرهقه كمان. اصرف نظر عن سيرينيو ودور على لعيب عنده امكانيات وقدرات سيرينيو جاستن سيرينيو. سيبقى بتاع ده 22 سنه 23 سنه، يدي النادي الاهلي 5 سنين. وخلي بالك من الصفقات المعمره للنادي الاهلي واللي عملت مكاسب كبيره جدا، صفقه زي صفقه فيليكس زمان لما جه وهو سنه صغير. فيليكس بعد ما الاهلي يعني شبع منه واداله كل اللي عنده، فيليكس راح لعب في نادي الزمالك، يعني فهمني. الان يا جماعه سيبوكم من الاسماء اللي موجوده على الساحه، لكن انا اقول لك والتر بواليا ومش عارف مش عارف ايه موليكا. موليكا لازالت الاتصالات شغاله معاه، وده باعتراف كابتن امير توفيق. لكن دلوقتي مفيش حد، لا لا يجيب واحد بس اجنبي من هنا لانتقالات فبراير باذن الله، منتصف اللي هتبدا منتصف فبراير.